أمل آن فمع أحوال الطقس ومصطفى ميزر. شكرا من جديد سحر وشكرا رغدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة راطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24 ويكون الجو فيها حار، الإسكندرية 31-23 يكون الجو فيها حار، مطروح 28-24 أيضا يكون الجو فيها مائل للحرارة، في بورسعيد 31-23 يكون الجو فيها حار، في الإسماعيلية 36-23 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 درجة والصغرى 22 يكون الجو فيها حار، في العريش 30-22 يكون الجو حار، في طابة 36-23 يكون الجو فيها أيضا حار، في شرم الشيخ 39-28 يكون الجو حار، في الغردقة 39-26 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، يكون الجو في الأقصر شديد الحرارة، في أسوان 43-26 يكون الجو أيضا شديد الحرارة، في الوادي الجديد 43-29 يكون الجو أيضا شديد الحرارة، في شلاتين 39-26 يكون الجو حار، وأخيرا في حلايب 35-27 يكون الجو فيها حار. والآن نترك حضراتكم مشاهدينا الكرام مع درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.